بسم الله، مرحبا بكم. معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان تشكيل الكلمات تلقائيا في الوورد بدون استخدام التشكيل اليدوي بالكيبورد. لو عندنا فقرة، مجموعة من السطور أو مجموعة من الفقرات حتى، وعاوزين نعملها تشكيل، طبعا الطريقة التقليدية اليدوية العادية اللي هي ان احنا بنكتب بنضغط على حرف شيفت على الحرف، يعني الألف مثلا، وعاوزين نضيف له فتحة يبقى شيفت مع حرف الضاد، والتنوين بالفتح شيفت مع حرف الصاد، والتنوين والضمة شيفت مع حرف السه أو فيه أو قاف، التنوين بالضم والضمتين والكلام ده، ماشي. الطريقة اليدوية دي احنا عاوزين بقى نعمل تشكيل ياء تلقائي طبعا الطريقة اليدوية دي مرهقة جدا ومتعبة جدا، بتفضل في الكلمة الواحدة أو في الجملة الواحدة أو في الفقرة الواحدة يعني فترة طويلة مرهقة ومتعبة جدا. فاحنا عاوزين عندنا الفقرات بتاعتنا او الجمل او الكلمات، وعاوزين نعملها تشكيل تلقائي، والتشكيل ده كمان يكون منضبط مع اللغة العربية تماما. كنا عرضنا في فيديو سابق ازاي نعمل الكلام ده بالاستعانة بأحد الخطوات البسيطة كده، ولكن في الفيديو الحالي هنعرض معلومة أكبر وأوضح وأقوى في المشكلة دي وحل المشكلة دي. تعال نروح للوورد ونبدأ مباشرة. وطبعا في البداية بدعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر جرس التنبيهات ومشاركة الفيديوهات وكتابة التعليقات. هنروح للوورد. أنا عندي حاليا دي الفقرة اللي معايا، كلمات طبعا إن من حقوق الإخوة من بعضهم عبء بعض وأن يبادروا إلى مساعدة. المهم يعني دي الفقرة اللي عندنا، أنا هحدد الفقرة كاملة، تمام، سواء من أسفل لأعلى أو من أعلى لأسفل، أو بالضغط 3 كليكات كده، 1 2 3 على الفقرة. طبعا كليكاية واحدة ما بتعملش حاجة، كليكتين بتعمل تحديد على الكلمة، 3 كليكات بتعمل تحديد للفقرة الحالية. وهاخد الفقرة دي كوبي، انتبه بقى للمعلومات اللي جاية دي والخطوات الجميلة دي، نسخ. وبعدين هروح للموقع الجميل ده اللي هو اسمه مشكال النصوص العربية في بحث جوجل، بس اكتب كلمة مشكال او مشكال النصوص العربية وادخل على الموقع ده، تمام. احنا مش بندعو للموقع ده ولا بنروج ليه ولا حاجة، ولكن يعني هو معلومة جميلة، يعني هنعرض المعلومة اللي فيها. هروح على التكست بوكس الكبير ده في الأول وكليك يمين، طبعا هضغط 3 كليك برضو عشان أحدد الكلام اللي فيه، النص اللي فيه ده، وبعدين أضغط وأقول ممكن أحذف طبعا النص أو تعمل لصق عليه مباشرة. خلينا نحذفه من هنا 3 كليك كده وبعدين أحذفه، وبعدين كليك يمين وأقول له لصق. ظهر معايا النص بتاعي ده اللي انا ايه اللي عندي. طبعا ممكن هنا نكبر او نصغر للعرض بتاعنا اللي احنا محتاجينه للمكان ده. وبعدين هنا في شيك بوكس على كلمة حركة الإعراب، وهنا كلمة تشكيل. تشكيل البوتوم ده او الزر ده هيعمل دلوقتي تشكيل للفقرة دي بحالها اللي موجودة دي. فهضغط كده على تشكيل واشوف ايه اللي هيحصل. ظهر لي هنا بيقول لي إن من حقوق الأخوة بين المسلمين. لاحظ إيه هنا بقى؟ خلينا نقول من، هنا من دي مكتوب من، في هنا غلطة اهي. فأول ما بتروح على أي كلمة كده بيكتب لك، يعني مثلا رحت عند كلمة المسلمين أهو، الماوس عليها أهو، مكتوب هنا في الجنب هنا إيه؟ مكتوب الإعراب بتاعها. هي إيه الكلمة دي؟ المسلمين دي اسم فاعل أهوت، اسم نون، تعريفه جمع مذكر سالم لا يضاف وجمع مجرور ومش عارف ايه. ان يحمل، ان حرف نصب مبني وناصب، ماشي. يحمل مكتوبه في الجنب كده هنا في الحته دي، خد بالك. هروح بس على بالماوس، دي فعل مضارع منصوب، ماشي، وناصب ومنصوب، والعائله بتاعته يحمل 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 الكلام ده. بعضهم طبعا فاعل، ماشي، متحرك ينول، علاقته فعل وفاعل، عبء أكيد مفعول، عبء جامد منصوب متحرك ينون، ها، بعض اسم مجرور، تمام، مضاف إليه إضافة. طيب حلو جدا. أنا عندي بقى الكلمة دي اللي مكتوبة ديت، وأنا يعني إيه عاوز أغيرها. إن من، كلمة من دي هضغط عليها كليك يمين، كليك كليك وبعدين هيظهر لي القائمة دي، بيقول لي من ولا من ولا من ولا هي من. هي من، إن من، يبقى أنا أعدلها كده، فبتتعدل هنا وبتتعدل معايا هنا. ده في حالة إن أنت تكون حاجة، يعني في حاجة إلى التعديل، ولكن
غالبا بيكون النص ده، الموقع ده ممتاز جدا يعني، بيكون النص ده يعني لا يحتاج الى تعديل غالبا، لان التعديل ده بيكون في بعض الكلمات اللي هي ايه، اللي هي قد يعني تكون فيها تشابه او كده. كمان في حاجة مهمة جدا، لو انت عاوز تضيف يعني تقول لهم لا ده هنا في مشكلة عندكم وعاوزين يعني نحسن من التطبيق وكده، فممكن انت تقترح تشكيل افضل هنا في اللينك اللي تحت ده. خلينا بس نطلع على طول كده مباشرة، انا هحدد من اسفل لاعلى او من اعلى لاسفل، وكليك يمين واقول له نسخ، واروح بقى للوورد عشان اشوف انا هضيف الكلام ده في الوورد ازاي كده. طبعا ممكن اضيفه في اعلى، يبقى هنا هسيب سطر كده بانتر، وبعدين كليك يمين واقول له ايه نسخ، لصق هنا، لصق على نفس التنسيق، جاب لي نفس كأن من حقوق الأخوة بين المسلمين أن يحمل بعضهم عبء بعض وأن يبادروا إلى مساعدة بعضهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وخاصة إذا كان. أنا بس براجع مع حضرتك كده علشان يعني لو في حاجة كده مش مظبوطة ولا حاجة، ولو كله مظبوط يبقى احنا اتأكدنا تماما ان ايه، ان الدنيا الموقع ده جميل والدنيا ماشية كويس خالص. من المسلمين بحاجة إلى مساعدة إخوانه، فإذا حلت بمسلمي بمسلم دي بمسلم نازلة هنا بقى الكلمة دي كانت عاوزة تتعدل، من نوازي حلت بمسلم نازلة بالمسلم نازلة. هي يعني هو يحتمل ان هو اللي التشكيل اللي هو ضافه ده يحتمل يعني ليه وجه، الناس طبعا اللي بيحبوا اللغة العربية وكده ماشي، او نائبة. طيب ما هي نائبة اهي، طب هو ليه هنا عاملها نازلة؟ كان المفروض يعملها نازلة. او اجتاحته جائحة في نفسه او عرق او في نفسه. هنا برضه في بعض ايه، يبقى احنا بنراجع مع المراجعة ديت يعني الهدف منها ان انت تعرف بس ان برضه في احيانا بيكون فيه بعض الكلمات اللي هي عاوزة تعديل. طب احنا وصلنا هنا لكلمة ايه، نازلة، والكلمة تحتها نفسه، في نفسه، دي الاتنين محتاجين تعديل. اروح كده لنازلة دي، تعال نشوفها، نازلة اهي، هروح اقول له هنا لا هي نازلة، من نوازل الدهر، او نائبة من نوائب الزمان، او اجتاحته جائحة في نفسه. نفسه هو ليه عاملها نفسه، نفسه دي غلط، انا عاوزها نفسه اهي، ها، او عرضه هنا اعدلها عر، ها فين عرضه، ايوه كده، او ماله، تمام كده، جدا جدا جدا، كان من حقه على المسلمين ان يمدوا له يد التكافل والرحمه. بعد ما اتاكد طبعا من الفقره بتاعتي كويس جدا، اروح انسخها واروح اضيفها تاني في الوورد. تمام، كمان في معلومه مهمه هقول لحضرتك عليها حالا، بس ننسخ، اعمل لصق بقى بنفس التنسيق، وانتر، ايوه ده طبعا بعد التعديل وبعد ايه ال يعني التدقيق المحكم يعني. تعال نروح بعد كده بقى في معلومة مهمة جدا في الموقع ده كمان، تمام، وهي ان احنا ممكن نحصل هنا على تطبيق اندرويد من هنا على لنفس التطبيق ده مش كال، وكمان فيه برنامج للويندوز من هنا تحميل، فهيبين لي ايضا الايه الكلام ده، او هينزل لي البرنامج على الكمبيوتر. تمام، الموقع زي ما حضراتكم شايفين كده، انا يعني هو نال اعجابي، وبالتالي فانا يعني حبيت ان انا اوصل لحضراتكم المعلومة دي، وكمان ممكن يفيد ابنائنا جدا 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 ماشي، على المسلمين طبعا، المسلمين هنا علاقته جار ومجرور، تمام، وبيقترح لي بعض الكلمات كمان ماشي، الكلمات اللي في الجنب دي، وكمان الكلمات اللي هي ايه اللي هي بتظهر في القائمة المنسدلة دي، اللي هي ممكن يعني في بعض اللغات مثلا بيقول عليهم، في بعض اللغات بتقول عليهم، في بعض اللغات يعني بيكون ليها ايه اهيت عليهم، لو انت يعني عندك في المنطقة بتاعتك بتتكلم باللهجة ديت فمفيش مشكلة خالص. طيب لو انا القائمة دي ممكن الغيها من هنا كده عادي جدا جدا جدا، ممكن اضغط على كلمة واثنين وثلاثة وبعد كده تعمل لها الغاء من هنا من اسفل من هنا قبل ما تعمل النسخ طبعا.
أنا آسف جدا للإطالة، الفيديو ده يعني مهم وهيساعد ناس كتير من اللي بيتعرضوا لكتابة الكلمات العربية بالتشكيل وبيرهقوا جدا في موضوع التشكيل. أعتقد إن يعني دي مساعدة ومساهمة متواضعة إن شاء الله تساعدهم كتير جدا، وأنا من الناس دول اللي يعني التشكيل بالنسبة لي يعني بياخد وقت كتير جدا، ولكن أعتقد إن بعد المشاركة المتواضعة دي إن شاء الله الموضوع يكون بسيط ويكون سهل. أتمنى إن أقرأ كلمة يعني اسم حضرتك في التعليقات، ولو تقدر تعمل انتساب للقناة فده شيء هيسعدنا جدا. اشترك في القناة وانتسب للقناة واكتب لنا في التعليقات وشارك الفيديوهات. شكرا لمشاهدتكم، وإلى لقاء قريب. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.